نتواصل بحضراتكم مشاهدينا الكرام مع تواصل انطلاقاتنا لهذا اليوم مع سن ثنايا لنسير مع الجعدان الثنايا المحليات الأصايل في انطلاقة شوطنا السابع في منتصف طريق أشواط هذا اليوم مدى 14 شوط. لازلنا نذكر بانطلاقة الفترة المسائية للمهتمين بمتابعة أجنحة أبناء القبائل في الواحدة والنصف من مساء هذا اليوم ستكون أولى انطلاقات الفترة المسائية لهجني أبناء القبائل. المقدمة يتقدم شاهين ويتصدر مجموعة هذا اللقاء لهجن العاصفة، بينما في تضميرة وتدريب يأتي غياث الهلالي. أما المركز الثاني وننتقل مباشرة إلى مزعل، تعود ملكيته لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيفان الهيان، يضمر الصادق بن فضل الأمين يأتي على المركز الثاني. ينتقل مباشرة إلى المركز الثالث، هملول يحتل المركز الثالث لهجن الرياسة وبقيادة الظافر علي بن جميل الوهيبي هنا في المركز الثالث. أما شاهين يأتي رابعا لهجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي، في هذه اللحظات يتقدم إلى المركز الرابع. المركز الخامس هناك من الجانب الآخر يأتي عنيد، تعود ملكيته لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، يأتي المضمر والمتابع مسري بن سالم بالعرط الحميري. انتقل إلى سادس المراكز حيث يتواجد الحذر لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، المضمر الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. وأما المركز السابع فمن خلاله نشاهد شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، المضمر عبد الله بن سالم المسافري هنا في هذه الانطلاقة. سابعا ثامن المراكز يصل الآن شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يضمر المضمر خالد بن المر بن حلوة. المركز التاسع الانتقال مباشرة إلى شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي، والمركز العاشر يصل في هملول لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، يأتي المضمر مطر بن محمد بالضبيعة متابعا ومراقبا لهذه الانطلاقة. هذه العشر الأسماء الأولى المتقدمة. أعود للبداية مشاهدينا الكرام وإلى المراكز الأولى المتقدمة، عودة إلى الصدارة والصراع الأول. شاهين من هجن العاصفة يتقدم المجموعة ويسير إلى المركز الأول لنعلن حضوره ومتابعته في هذه الانطلاقة إلى المركز الأول وإلى الصدارة وإلى القمة، بينما هناك غياث الهلالي في المتابعة والتدريب المركز الثاني، أسير إلى ثاني المراكز. وكذلك شاهين من هجن العاصفة يتقدم ثانيا بقيادة المضمر غياث الهلالي المركز الثالث. انتقل الى ثالث المراكز ليواجه مزعل لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل هيان، المضمر الصادق فضل الامين في هذه الانطلاقه يشارك ينافس يبدع ويمتع. اما المركز الرابع هنا هملول هجن الرياسه مع المضمر علي بن جميل الوهيبي بو الجمايل، يقدم دائما لنا المزيد والكثير من الانجازات. اليوم نقطتين في هذا الصباح مع أشواط الكبار مع أشواط الثنايا. المركز الخامس الآن يأتي في هذه اللحظات عنيد لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، المضمر والمتابع مسري بن سالم بالعرط الحميري. هذه الخماسية، هذه خماسية تتنافس. نشوف المركز السادس شاهين لهجن العاصفة، يأتي في المركز السادس مع غياث الهلالي.
المركز السابع، المركز السابع ياتي شاهين الاخر، تعود ملكيته لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقياده المضمر خالد بن المر بن حلوه. اما المركز الثامن فالحذر يتواجد هنا في ثامن المراكز مع تعود ملكيته لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع المضمر احمد بن سلطان بن رشيد السويدي، وتاسع المراكز يصل شاهين الاخر لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر عبد الله بن سالم المسافري، وياتينا هملول في المركز العاشر لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر والمدرب مطر بن محمد بن ضبيعة. هذه العشرة الأسماء اللي ذكرناها لحضراتكم في ثاني نداء في انطلاقات هذه اللحظات الصباحية الجميلة، ولكن نعود إلى البداية ونعود إلى منطقة التحدي الأول بعدما جاوزنا لائحة الأربعة كيلومترات في هذه اللحظة، وشاهين المسيطر، شاهين المتقدم، شاهين الذي يقود هذه المجاميع إلى خط النهاية لهجن العاصفة، وهو المسيطر والذي يتقدم تقدم بلا شك محسوس وملموس في مقدمة هذا الشوط، يقود هذه المجاميع. ثاني المراكز أيضا شاهين لهجن العاصفة مع غيات الهلالي الثنائية من خلال تواجد هذا الشوط، مسار تلقائي تقدمه هذه الفئة من الكبار. يا سلام، تعرف طريق التحديات دائما لأنها شاركت وخاضت كثير من المعارك والمنافسات في ميادين السباق. المركز الثالث هملول لهجن الرياسة يتقدم مع المضمر علي بن جميل الوهيبي، يصل في هذه اللحظات إلى المركز الثالث. المركز الرابع هنا شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، خالد بن المر بن حلوة هو متابع له في عملية التضمير. المركز الخامس وصلنا مشاهدين الكرام إلى مزعل لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان، يأتي في عملية التضمير والتدريب في هذه الانطلاقة الصادق بن فضل الأمين. أما المركز السادس هنا شاهين لهجن العاصفة، بدأ الآن يقترب، هو شاهين يحتل المركز السادس لضمر غيات الهلالي، والمركز السابع من الجانب التالي هنا في هذه اللحظات عنيد لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، يضمره مسري بن سالم بالعرطي الحميري. هذه سبعة مراكز أولى متقدمة تبحث في تحديات تلقائية حتى هذه اللحظة عن الناموس وعن المشاركة القوية. ثامن المراكز نتابع في هذه اللحظات، هناك شايب تعود ملكيته لسمو الشيخ محمد بن ماجد بن محمد بن راشد المكتوم، المضمر محمد بن عبد الله بن حميدان، يأتينا على المركز الثامن في اول ندله. شاهين في المركز التاسع لهجن العاصفه مع غياث الهلالي، والمركز العاشر ايها الحفل الكريم مشاهدي الاعزاء شاهين اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقياده عبد الله بن سالم المسافري. هذه العشره الاسماء اللي ذكرناها لحضراتكم، ولكن الجو اليوم ما شاء الله جو رومانسي، جو ركض، جو سباق، جو يعني عالمي، جو ماطر شبه ماطر، جو يعني نقول بارد نوعا ما، جو كل ما تعنيه الكلمة الجميلة والطيبة والباسمة كذلك. أعود إلى المقدمة وأعود إلى المركز الأول إلى السيطرة. شاهين مسيطر، شاهين لهجن العاصفة لا زال يقود هذه المجاميع بكل قوة وبكل حنكة وبكل تحدي. هجن العاصفة مع غياث الهلالي، بينما كذلك المركز الثاني شاهين الآخر يأتي يتقدم إلى المركز الثاني وصيف ورديف حتى اللحظة لمستوى هذا الشوط. هجن العاصفة المضمر غيات الهلالي، المركز الثالث وصل الآن شاهين أيضا في هذه اللحظات لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يتقدم للمركز الثالث مع المضمر خالد بن المر بن حلوة واصلا وقادما بلا شك للمنافسة. المركز الرابع مزعل، مزعل مزعل ماخذ استراحة المحارب لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف الهيان، ويضمر الصادق بن فضل الأمين يتحرك في هذه اللحظة ويتقدم نوعا ما إلى هذا الموقع وهو في تقدمه المستمر. المركز الخامس وصول الآن من خلال
المركز الخامس تقدم إلى المركز الرابع في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام. شايب لسمو الشيخ محمد بن ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم يضمره ويتابع محمد بن عبد الله بن حميدان. يلا المضمر الراقي المركز الخامس هملول لهجن الرياسة يضمر علي بن جميل الوهيبي سابع المراكز وسادس المراكز وسابع المراكز هجن العاصفة تقدم شاهين وشاهين على المركزين. بينما في التضمير غيات الهلالي عنيد من الجانب الآخر لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم يأتي ثامنا في هذه الانطلاقة مع المضمر مسري بسالم العرطي الحميري. يا سلام هذه الثمانية المراكز الأولى، ولكن خلاص وصلنا إلى مرحلة الجد، وصلنا إلى مرحلة الجد. من جد وجد ومن زرع حصد ومن سار على الطريق الصحيح وصل. 1200 على خط النهاية، ولا يزال شاهين مستثمر بداية نقطته الأولية إلى المركز الأول بعدما كان وصيفا لشاهين الآخر، إلا أنه استحل مكانه، استحل مكانه وسار إلى المقدمة. شاهين هجن العاصفة في قمة الشوط يضمر غياث الهلالي. المركز الثاني شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، خالد بن المر بن حلوة بالمتابعة. المركز الثالث الآن المتقدم شايب لسمو الشيخ محمد بن ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم، المضمر محمد بن عبد الله بن حميدان. في المركز الثالث هملول لهجن الرياسة رابعا، ولكن عودة إلى شاهين، عودة إلى شاهين، عودة إلى الشواهين في المركزين الأول والثاني، ولكن هجن العاصفة مسيطرة. هناك شاهين اسمه شيخ حمدان بن راشد المكتوم يعلن خطورته، يعلن تحديه مع المضمر خالد بن المر بن حلوة. المركز الثالث هملول بدأ يتدخل الآن لهجن الرياسة مع المضمر علي بن جميل الوهيبي، ولكن ينطلق شاهين بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع أحد الشباب خالد بن المر بن حلوة. شاهين هجن العاصفة ثانيا، هملول لهجن الرياسة ثالثا، ولكن خلاص شاهين، شاهين يهدي هذا الشعار، يهدي هذا الشعار، ومالك هذا الشعار، هذا الناموس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. هو شاهين بقيادة خالد بن المر بن حلوة مسيطرا متقدما. أيها المتابعين الكرام، تهانينا والناموس لبراشد سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم على فوز شاهين بالمركز الأول. خطف للناموس في هذه الانطلاقات، وإلى المضمر خالد بن المر بن حلوة. المركز الثاني هملول لهجن الرياسة، المركز الثالث شاهين هجن العاصفة، المركز الرابع هنا شايب لسمو الشيخ محمد بن ماجد بن محمد بن رايد المكتوم، وخامسا شاهين لهجن العاصفة. هكذا كانت النتيجة، هكذا كان الانطلاق، هكذا كان التحدي والإصرار على الفوز والناموس. ولكن التوقيت الزمني أمامكم 13 دقيقة 5 ثواني، 5 أجزاء من الثانية، وتوقيت شاهين لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم. تهانينا وتهانية للمضمر والمتابع خالد بن المر بن حلوة. المركز الثاني هملول لهجن الرياسة 13 دقيقة 7 ثواني جزئين من الثانية، وتانية للمضمر والمتابع علي بن جميل الوهيبي. المركز الثالث مشاهدينا الكرام كان شاهين التابع لهجن العاصفة من حل في المركز الثالث، قطع المسافة في 13 دقيقة 7 ثواني 5 من الأجزاء من الثواني. تهانينا والناموس كذلك للمضمر غيات الهلال.